ولمناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس مركز العلاقات الخارجية الأمريكية الدكتور صفي الدين حامد. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، الاستقالات تتوالى الواحدة تلو الأخرى في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، آخرها المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي بريت ماكورغ. ما دلالات هذه الاستقالات؟ تحياتي لك ولكل المشاهدين. تصحيح، أنا رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية. ردا على سؤالك سيدي، هذه يعني هذا يوم حزين الحقيقة في الجيش الأمريكي وفي الحكومة الأمريكية، خاصة في الكونغرس ووزارة الدفاع. جيمس ماتيس كان شخصية محترمة، معروف في السلك العسكري، ومعروف طبعا في العامين الأخيرين يعني بالذات عند الحلفاء الأوروبيين في ناتو، كان رجل الجميع متفائل به. أنا شخصيا يعني عرفت الكثير عنه عند ترشيحه، وتبينت أنه من أرفع القيادات العسكرية من ناحية التعليم وأخلاقيات الفروسية. يعني هو مختلف عن باقي الجنرالات اللي كنا نراهم في الماضي، له مثاليات في حالات في التفكير عن الحرب والسلام، وإلى جانب أن هو أضاف كثير لوزارة الدفاع من ناحية التنظيم الإداري والمالي، ويعني أنجز الكثير، وكان الجميع ينظر له على أنه أحد صمامات الأمن، هو والجنرال جون كيلي اللي هو كان رئيس الشيف اوف ستاف يعني في البيت الأبيض، أو رئيس العاملين في البيت الأبيض، على أنهم كصمامات أمان. هو وماكماستر الجميع استقال واحد بعد الآخر، وطبعا أن جون كيلي من حوالي أسبوع أو 10 أيام، وأول أمس جيمس ماتيس. ده طبعا دلالاته خطيرة، خاصة هل سيستطيع الرئيس ترامب استبداله برجل بهذا الحجم وهذه النوعية التي لم تمر الحقيقة على الحكومة الأمريكية من مدة طويلة، رجل بهذه المستوى من الخلق والعلم العسكري. طبعا هو عنده شهادة دكتوراه في العلوم العسكرية ومعروف عنه. طيب، بمحاضراته. هل يمكن دكتور التكهن بخطوات جديدة للإدارة الأمريكية عسكريا في المنطقة بعد استقالة ماتيس في منطقة الشرق الأوسط بالذات؟ نعم، والله الانسحاب من سوريا لا يبشر بأن في تفكير استراتيجي جيد، لأن ده أولا يعني، وده الخلاف كان الأساسي مع الرئيس ترامب من جهة جيمس ماتيس، أن لازم يعني ده أقل القواعد، أن احنا نعترف بحلفائنا ونجاملهم ونساعدهم ونعطيهم الثقة في دعمنا لهم دائما، وفي نفس الوقت ان احنا نعرف من هم اعدائنا ونتصرف معهم بحذر وحكمة، كروسيا، كوريا الشمالية، وطبعا الصين. هو عكس الموضوع، يعني التصرفات ترامب، ودي اللي كانت يضيق بها ذرعا الجنرال ماتيس، انه هو يعني كيف بعد ما تحالفت مثلا مع الاكراد تتركهم يعني فريسة الان لسواء داعش او لاي قوات اخرى يعني ستنفرد بالامر. ونفس الشيء حدث، يعني هو الحقيقه ضحى بكثير، فلذلك الموقف يعني حتى اعضاء مهمين في مجلس الشيوخ بيقولوا هذه بدايه النهايه. صعوبه التفاهم مع الرئيس ترامب كانت السبب وراء اغلب الاستقالات ان لم نكن معظمها، كيف سينعكس ذلك على السياسة الخارجية لواشنطن، خصوصا إذا ما علمنا أنه ينفرد باتخاذ القرارات؟ هو يعني هذه مشكلة، لأنه لم يحدث في تاريخ أمريكا أولا أن جاء رئيس يقف ويفتح جبهات مضادة مع جميع أو مع كل أو أكثر القوى الداخلية في أمريكا. يعني هو واقف موقف من الكونغرس، أصبح حتى الحزب الجمهوري بي 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 بيقف كثير منهم ضده، الإعلام الأمريكي يقف ضده إلا أنا أو اثنين فوكس اللي هم يعني أكثر اليمين المتشدد المسيحي تطرفا. يعني فأصبح هو
يعني حتى يخاف من هؤلاء الإعلاميين زي راش ليمبو وخلافه اللي هم أكثر الناس يعني دول مساويين أو موازيين لتوفيق عكاشة في مصر مثلا أو أحمد موسى في مصر، يعني هو هم أضحوكة، لكن هو أصبح الآن يخاف منهم ويتردد إنه يعني يعمل أي شيء، وده حصل من يوم يعني إنه في بيتراجع أمام هذا الإعلام اليمين المتطرف، وطبعا اللي هم يعني جابوه للحكم بأصواتهم اللي هو اليمين المتطرف برضو المسيحي. رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية دكتور صفي الدين حامد، نعتذر عن الخطأ الذي بدر في بداية الاتصال وشكرا جزيلا لك.